الجزائر وليبيا راهو خوت، احنا نحبوا الجزائر هالبرا، هذا من جهه من غادي، انا جيتها من طرابلس لهنا. بكلمات عفوية حدثنا أبو محمد القادم من طرابلس عن فرحته بوصوله إلى الجزائر، وهو شعور يقاسمه معه أغلب الوافدين الليبيين الذين رغم بعد المسافات ومفاجآت الطرقات إلا أنهم اختاروا بلدنا لتوثيق أروع الذكريات. في إقبال كبير هلبة ليبيين على الجزائر، هلبة جايين شباب عائلات. الجزائر احنا مشتاقين نشوفها في يوم من الأيام، وجينا لبلد المليون ونص شهيد، يعني بلد المجاهدين وبلد الحضارة وبلد الناس طيبة والناس البشوشة كلها استقبلتني استقبال رائع. المعاملات الراقية التي تحركها الروح الأخوية زادت من تدفق الليبيين المنبهرين بالطبيعة الخلابة، مثل ما يؤكده أحد ضيوف عنابة. أهلا وسهلا بأهل الجزائر والناس الطيبة والناس الشيقة والمناظر الجميلة والأجبال اللي شفناهم وريناهم، ورينا البحر ما شاء الله وخيراته وبركاته. والله يحفظها الجزائر، والله يحفظها من العدو والحسد والفسد، ويحفظ ليبيا بأجمعها صراحة. معاملة الله يبارك الحق ما شاء الله، معاملة الجزائر والله قوتنا الجزائرية نشهد بالله ما قصروا معنا في المعاملة من البوابة لهنا، كلها الليبيين الله يبارك كلهم خير خير، فضلوا فضلوا مرحبا بكم، الله يبارك ما شاء الله الجزائر. البعض يأتي للسياحة والبعض الآخر طلبا للتداوي والراحة. وجينا احنا هنا لتعديل الأسنان، والحمد لله ولقينا ناس طيبة، فجينا هنا لعيادة فريخ نعالجوا في أسناننا وبارك الله فيهم، وناس في مستوى التعامل والمعاملة. السياحة العلاجية كويسة، السياحة العامة ممتازة، الشواطئ، الأمن، الاستقرار، كل شيء فيه كويس الجزائر. كل الذين تحدثنا إليهم اشتركوا في الإشارة إلى ضرورة تبادل الزيارة. وتفضلوا تعالوا لنا غادي لليبيا نقيموها بكم زي ما تقيموا فيها بينا. أنا الليبيون اعتبرهم أهل الدار، فهم نعم الجار، وليس بوسعنا سوى الدعاء للعلي القهار بأن تبقى الأخوة وطيدة باستمرار.